جماهير النادي الاهلي البرونزيه لجمهورك يا اهلي ايوه لجمهورك وجمهورك ما يستحقش منك البرونزيه لا يستحق ما هو اكثر كمان ولكن اذا اكتفينا بالمره دي ان احنا نلعب على البرونزيه بس فحققوها لجمهوركم حققوها لناديكم حققوها لتاريخكم لان حاجات كتير جدا بيستناها جمهور النادي الاهلي من الفريق يمكن الظروف كانت صعبه ولكن وسط الظروف هتظل البرونزيه نقطه النور